Assalamu alaikum wa rahmatullahi Welcome to Islamic channel. Easy way to memorize Quran, episode 151, chapter 3, Surah Baqarah, verse number 285. <todic voice> بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول. آمن الرسول. آمن الرسول آمن أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ بِمَا أُنزِلَ بِمَا, انزل بما اليه من ربه اليه من ربه اليه من ربه والمؤمنون وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ بِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ كُلٌّ آمَنَ كُلٌّ آمَنَ بالله وملائكته. بالله وملائكته. بالله وملائكته. ملائكته وكتبه ورسله وكتبه ورسله وكتبه ورسله كل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين لا نفرق بين لا نفرق بين أحد من رسله أحد من رسله أحد من رسله, أحد من رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وقالوا سمعنا وقالوا سمعنا وأطعنا وأطعنا وأطعنا, وأطعنا, وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك, غفرانك، 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 ربنا، ربنا ربنا وإليك المصير، وإليك المصير، وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آه فَأَنَا الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم